أمام مبنى تلفزيون لبنان بتلة الخياط كان المشهد اليوم مختلف، فالزحمة ليست سوى عبارة عن تحرك جديد للحراك. فمن أمام مبنى تلفزيون انطلق قطار الثورة برحلته الثالثة لتسليم بيان خطة الإنقاذ لإدارات الفضائيات اللبنانية، تلته مسيرة راجلة إلى أمام وزارة الداخلية. وكان من المفترض أنه تسلم نسخة من البيان للإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، لكن هذا الأمر ما حصل نتيجة الإشكالات بين المحتجين يلي تكررت لأكثر من مرة. اليوم ليش ما عنا هذا الوطن اللي هو على قدر آمالنا وأحلامنا؟ لسبب هو المنظومة. ليش ما عنا كهرباء؟ لأنه في منظومة. ليش ما عنا رعاية صحية؟ لأنه في منظومة. ليش ما عنا رعاية اجتماعية؟ لأنه في منظومة. ليه ما في عنا قطاعات منتجة؟ لأنه في منظومة. شو هي هاي المنظومة؟ هي كل تلك القوى السياسية التي تناوبت على سرقتنا، على أخذ مالنا العام والخاص وسرقة ودائعنا. حقيقة أن المنظومة بكل مكوناتها دون استثناء أو تخصيص هي اليوم تعتقلنا بفراغ دستوري قاتل، لأنه غير دستوريين غير شرعيين، وانهيار للنقد الوطني، وتبشرنا بالانفلات الأمني والعتمة المطبقة. وبسياق قالت وزيرة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد أنه مجموعات من الحراك الشعبي أعلنت عبر الإعلام عن توجهها إلى وزارة الإعلام لتسليم وزيرة الإعلام رسالة حول مطالبها، ولكن حتى الساعة لم يصلنا أي رسالة. وأضافت ببيانها: يهمنا في هذا السياق التأكيد أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدخر جهدا في سبيل نقل المطالب المحقة أمانة للرسالة التي ائتمنت عليها ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت. وختمت: إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهد أن يظل الإعلام ناطقا موضوعيا باسم جميع المواطنين أمام الجميع لنقل الحقيقة وكل من يلجأ إليه لنقل الحقيقة. إلى ذلك، ومنعا لأي لغط، ينفي المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حصول أي تجمع أمام منزله، وأن التجمع المتظاهرين كان أمام مبنى تلفزيون لبنان بتلة الخياط.